السعودية مثلا هددت وقالت أكثر من مرة أنه في حال أعلنت إيران أنها تمتلك سلاحا نوويا فأنها في اليوم التالي ستمتلك سلاحا نوويا، وهذا يدفع أيضا مصر وتركيا ودول أخرى لامتلاك سلاح نووي. امتلاك السلاح النووي يعني لديه مؤشرات سياسية وأيضا لديه تبعيات خطيرة في المنطقة. اليوم أيضا يعني يحرص المجتمع الدولي على فهم هذا النوع من البرامج وكيفية عمل دراسة شاملة للاستفادة منها. يعني اليوم وجود سلاح دمار شامل لدى واحدة من لدى إيران، هذا بالتالي هو كرت يمكن التلاعب فيه أمام مفاوضات تتعلق بقضايا سياسية مختلفة على مستوى العالم، وبالتالي يعني هناك سعي وجهود مكثفة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفهم هذا البرنامج والعمل على حصر هذا البرنامج والتخلص منه يعني بشتى الوسائل. وأيضا اليوم يعني من خلال إيجاد مواقع جديدة وجد فيها أن هناك خصائص لليورانيوم، هذا يدل على عدم شفافية طهران، وهذا يدل على مخاوف جديدة لدى المجتمع الدولي.